أستاذ يحيى، السنة دي الدراما سلطت على دور الأب يعني بشكل كبير الضوء، وهو مظلوم أوقات بسبب ضغوط الحياة والمسؤوليات اللي وراه، والدنيا بقت صعبة وبقت غالية وكل الكلام ده، ولكن لما بيعدي بيه العمر ويلاقي إن هو لا شاف عياله بتكبر ولا عمل علاقة بيهم، وفي الوقت اللي هو الشغل بقى بيقل بيطلع معاش، الولاد طلعوا بقى عندهم حياة وما عرفش مين دول وحصل امتى ان هم كبروا كده، او يبتدوا يواجهوا مشاكل معينة في حياتهم وهو ما يكونش الملجأ والحضن والنصيحة والكتف اللي يتسندوا عليه. من الاول تحقيق التوازن ده يبتدي ازاي ما بين مسؤولياتي انا بره البيت والولاد اللي انا جبتهم للدنيا دي؟ شكرا شيرين. هي انا بشكركم جدا على تسليط الضوء على الموضوع ده، مهم جدا يعني. ولما تبصي ان المجتمع ابتدى يحصل فيه خلافات كبيره جدا ومشاكل ونسب طلاق وحاجات كتيره جدا بتحصل في حياتنا النهارده، سببها هو العمود الفقري بتاع الاسره، هو الاب. وللاسف هو القصه كلها هي قصه وعي، مش قصه فلوس وبشتغل هو انا بصي احنا بنقعد على التليفونات كتير قوي، صح، وما بناخدش بالنا ان احنا قعدنا بالساعتين ثلاثة على التليفون حقيقي. أي. لو انا عندي الوعي والنضج، انا اتجوزت ليه اصلا؟ ايوه. وانا خلفت ليه؟ وانا عايز ايه من الخلفة اصلا؟ يعني هو انا عايز اجيب عيال عشان يبقى اسمي عندي عيال، ولا عشان ماما عايزة يبقى عندي عيال، ولا عشان المجتمع المفروض ان انا اجيب عيال؟ انا النهارده من مكاني، مش كل اب يصلح يكون اب، مش كل رجل يصلح يكون اب. مش كل رجل يصلح يكون اب، مش كل زوج يصلح او كل راجل يصلح ان هو يكون زوج. فيه صح. انا بحترم جدا النهارده بقابل بقى شخصيات أوه. على فكره انا ماليش في الجواز يا ابني، انت كل انا جاهز قدام المجتمع، انا تمام، بس انا عارف نفسي كويس انا لا اصلح اتحمل مش مسؤوليه مستعد عيل، للمسؤولية، ايوه، بس وما عنديش استعداد اصدمه. الحلو انه عارف بقى، هو ده بقى رضا امين الوعي، امين مع نفسه، هو ده انا الوعي. ما بيظلمش أيوة. ولاد الناس. لا، هو ده الوعي. صح، انا بقى عندي وعي بنفسي، انا انفع، زي بالظبط اللي بيسوق عربيه. ايوه، هي قصه سواقه، البيت ده سواقه، صح. الحياه سواقه، انت بتعرف تسوق العربيه ولا لا؟ بس هي الفكره هنا فين؟ ان احنا اي حد بيبقى بيتجوز واي حد بيخلف صح، ومفيش رقيب، لكن لما تيجي تاخدي رخصه عربيه في انت لازم امتحان تعملي رخصه طبعا، ولازم تتعلمي ولازم تفهمي. فالموضوع هي موضوع بالانس، موضوع توازن قد ما هي، لان هم علمونا مثلا او اتربينا على ان العيل بتربى لوحده وان سيبها الدنيا هتربي. النهارده ارجوك ارجوك ناقوس خطر، ايوه، الدنيا مش زي الاول. ليه بقى؟ ليه؟ لان بنكتشف ان عدم وجود الاب هو عدم وجود الامان، عدم وجود الاب هو عدم وجود الحمايه. فالبنت بتكبر مع السوشيال ميديا اللي كترت، مع المجتمعات اللي انفتحت، فهي بتدور على الحمايه بره، هي عايزه حمايه، هي عايزه امان، فبتبتدي تخرج كل الطاقه اللي جواها، لان انا ما لقيتش احتواء، ما لقيتش امان. علميا ابتدينا نكتشف ايه؟ ان البنت محتاجه الاب عشان يملى الخانات الفاضيه اللي عندها. هو زي طيب؟ الامان، زي الحمايه، زي الحب الغير مشروط، لازم تحسه، لازم انا محبوبه، انا ابويا بيحبني. مفيش بنت، وانا يعني اخش معاكي رهان يعني، شبعت حب واحتواء من اب طلعت عندها مشاكل نفسيه. او اختارت اختيارات برافو عجيبه. عليك، برافو عليك. لو جينا فصصنا كده المشاكل اللي حصلت في الاختيارات، نتيجه اب ما اداش دور او ام ما ادتش دور. صحيح. فهنا الفكره محتاجه ايه؟ ان الاب، وعايز اقول نقطه مهمه قوي، احنا ما بنفوقش الا في المصيبه للاسف. ونيجي نعمل ايه في المصيبه بقى؟ نيجي نلاقي البنت مثلا حصل لها مصيبه جامده جدا، بص شفتي تربيتك، يفضلوا يلقوا على بعض باللوم، تبادلوا اللوم. او انت، فابتدينا نعمل ايه؟ احنا ما بصيناش للبني ادمه دي، ابتدينا نبص ان انا مش مقصر. ايوه. انا عارف ان انت مش عارفه. عارفه وصفتها بايه؟ عارفه لما نكون رايحين الساحل واحنا مشينا خط الفيوم،
احنا بننزل نشتغل كل يوم. صح، بس احنا الهدف الاساسي اللي احنا محتاجين نعمله احنا مش ماشيين في طريقه. احنا بجد 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 رايحين عايزين نروح الساحل الشمالي، بس احنا رايحين فيوم. مفيش اب يعني نادرا مفيش اب مش عايز مصلحه ولاده، مفيش اب ما بيحبش ولاده، بس عارفه ايه استرجمت ده بقى؟ ايوه عارفه، بتخض قوي من الايه اللي بشوفها النهارده في حياتنا. الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون صحيح انهم يحسنون صنعا.